السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح التسجيل والعمل والربح من موقع UNU، الموقع الروسي المشهور. فهذا الموقع يقدم الربح عن طريق إنجاز المهام المصغرة، مثل إنجاز مهام اليوتيوب وأيضا التيك توك والإنستغرام وكذلك الفيكي وغيرها من المهام الأخرى، أيضا مثل المهام الخاصة بأفيتو وغيرها من المهام الأخرى. فهذا الموقع يوجد له العديد من الشروحات على اليوتيوب، وأيضا الموقع صادق جدا وأنا قمت بالسحب منه عدة مرات، ولذلك سوف أريكم في هذا الفيديو طريقة التسجيل في الموقع، زائد طريقة الربح من الموقع وطريقة سحب أرباحكم من الموقع. لكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع، لا تنسوا دعم القناة. أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة. كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدوا الرابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو صندوق الوصف والديسكريبشن. أيضا سوف تجدوا الرابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. بعد أن نقرأ على الرابط أوجهكم لهذه الصفحة الخاصة بالتسجيل في الموقع. كما ترون هذه هي واجهة الموقع، فالموقع باللغة الروسية، لذلك يجب أن تقوم باستخدام متصفح جوجل كروم لكي تقوم بترجمة صفحة الموقع. بعد ذلك تقوم بالنقر الزر الأيمن هكذا، ثم ترادوير، ثم تقوم باختيار اللغة العربية أو تقوم بالنقر هنا، ثم سيلكسيوني إن أوتخ لونغ، ثم تقوم باختيار اللغة العربية على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم فقط بالنقر على تسجيل هنا، ثم يوجهكم لهذه الصفحة. يمكنكم التسجيل عن طريق الفيكي وعن طريق التليجرام إذا كان لديكم التليجرام أو الفيكي، أو يمكنكم التسجيل عن طريق حساب الجيميل، فأنصحكم بالتسجيل عن طريق حساب الجيميل أولا. بعد ذلك تقوم هنا بإدخال الجيميل الخاص بكم، لكن أنتم يجب أن تقوموا بإدخال جيميل الصحيح الخاص بكم في جوجل. بعد ذلك تقوموا بالنقر على هذا الخيار هنا، ثم كما ترون دائما تقوموا بترجمة الصفحة. هنا يقول لك أدخل الاسم أو اللقب الخاص بك، تقوموا بإدخال أي اسم خاص بكم، فمن الأفضل تقوموا بإدخال الاسم الحقيقي الخاص بكم الموجود على بطاقة الهوية لكي لا يتم تعطيل الحساب الخاص بكم لاحقا. بعد إدخال الاسم الخاص بكم يجب أن يكون الاسم حقيقي كما ذكرت، تقوم بالنقر على الكابتشا هكذا، ثم تقوم بالنقر هنا، سنختار اسم آخر، ثم تقوم بالنقر هنا، ثم كما ترون بعد ذلك سوف يتم فتح حساب خاص بكم على الموقع. تقوم هنا باختيار أنا فنان، هنا تقوم بالنقر هنا لكي تقوم بإنجاز المهام والربح من الموقع. أما في هذا الخيار أنا عميل، يمكنكم وضع المهام الخاصة بكم على الموقع لكي قوموا باختيار هذا الخيار هكذا. ثم بعد ذلك تظهر معك مهمة واحدة الخاصة باشتراك في التليجرام الخاص بالموقع، تقوم بالنقر هنا هكذا، ثم هنا، ثم تقوم بربط الموقع مع التليجرام، فيجب أن يكون لديكم حساب على التليجرام لكي تقوم بربط حساب التليجرام مع الموقع. بعد ذلك سوف تفتح معكم بعض المهمات، وبعد ذلك سوف يفتح معكم الحساب بدون أي مشاكل. بعد التسجيل في الموقع تقوم فقط بالنقر على مدخل هنا، فبعد ذلك ربما سوف تأتيكم رسالة لتأكيد الحساب الخاص بكم على الجيميل كما ترون هكذا، تقوم بفتحها، ثم تقوم بتفعيل الحساب، تقوم بالنقر هنا هكذا لكي يتم تفعيل الحساب الخاص بكم على الموقع. ثم بعد ذلك تقوم هنا بإدخال الإيميل الخاص بكم الذي قمتم بالتسجيل به من قبل أو الهاتف الخاص بكم، وهنا كلمة المرور، تقوم بإنشاء كلمة مرور، ثم تقوم بالنقر هكذا وتقوم بالنقر على تسجيل الدخول. فبعد تسجيل الدخول في الحساب الخاص بكم سوف تظهر معكم واجهة على هذا الشكل، فهنا سوف ترون المستوى الخاص بكم على الموقع
كما ترون فهناك عدة مستويات تقوم بترجمة الصفحة. هناك مستوى قاعدة، متقدم، عالي وبرو أو المستوى الأقصى في الموقع كما ترون. فأنا في المستوى المتقدم وقريبا سوف أدخل إلى المستوى العالي أو الهاي. ففي البداية سوف تجدون هذا المستوى قاعدة، عندما تقوم بالتسجيل أول مرة سوف يكون المستوى الخاص بكم هنا، ثم بعد إنجاز المهام والسحب من الموقع سوف يتقدم الليفل أو المستوى الخاص بكم تلقائيا. وهنا سوف تجدون عدد الأموال الخاصة بكم بعملة الروبل الروسي، وهنا عدد الكوكيز فسوف أشرح لكم الكوكيز لاحقا. بعد ذلك أول خطوة تقوم بالذهاب هنا ثم إلى الإعدادات، ثم هنا سوف تجدون الاسم الخاص بكم الحقيقي، يمكنكم تغييره لكن دائما قوموا بإدخال الاسم الخاص بكم. هنا البريد، وهنا تاريخ الميلاد الخاص بكم، وكذلك الجنس ذكر أو أنثى. وهنا تقوم بإدخال أو وضع صورة شخصية للحساب الخاص بكم، ثم تقوم بالنقر على حفظ أو يحفظ هنا لكي يتم حفظ الإعدادات. وهنا يمكنكم حذف الحساب الخاص بكم. هنا كلمة المرور، يمكنكم تغيير كلمة المرور إلى آخره. وهنا في الحسابات يجب أن تقوم بربط حسابكم على الفيكي وكذلك التليجرام. كما ترون أنا متصل بالفعل في حسابي على الفيكي والتليجرام، لكي تظهر معكم المهام الخاصة بالفيكي والتليجرام تلقائيا على الموقع، ولكي تقوم بإنجاز المهام تلقائيا بدون تسجيل الدخول مرة أخرى على الفيكي أو التليجرام. فعند بداية التسجيل في الموقع سوف يطلب منكم مباشرة ربط حسابكم على التليجرام مع الموقع، ثم تظهر معكم متصل على هذا الشكل. وأيضا تقوم بربط حساب الفيكي سوف تجدونها أيضا متصل على هذا الشكل. وأي شخص لم يفهم الشرح جيدا يمكنكم البحث في اليوتيوب عن كيفية تسجيل حساب في الفيكي وكذلك التليجرام والتسجيل في يو ان يو، وسوف تجدون العديد من الشروحات. فأنا أشرح لكم فقط باختصار لكي لا أطيل في مدة الفيديو. وهناك بعض الإعدادات الأخرى لكن هذه هي الإعدادات المهمة. بعد ذلك تقومون بالذهاب إلى أعمالي هنا. هنا سوف تجدون المهام الذين قمتم بإنجازها وكذلك المهام قيد المعالجة، يعني لم يتم قبولها بعد، وهنا المهام التي تم قبولها في الموقع. كما ترون هذه هي المهام التي قمت بإنجازها من قبل، وأيضا أسعار المهام جيدة وبسعر جيد كما ترون، مثل مهام الاشتراك في التليجرام إلى آخره. فهناك الكثير من المهام السهلة للمبتدئين وكسب أرباح عالية من الموقع إذا قمتم بإنجاز مهام كثيرة في الموقع. بعد ذلك تقمنا بالذهاب إلى مهام البحث هنا، ثم تظهر معكم جميع المهام الموجودة في الموقع. ففي البداية سوف تظهر معكم فقط بعض المهام وليس كل المهام، لأنكم قمتم بالتسجيل حساب جديد على الموقع ولا تزالون في المستوى المبتدئ أو القاعدي. لكن بعد إنجاز مهام كثيرا سوف يرتفع المستوى الخاص بكم، وعند ارتفاع المستوى سوف يظهر معكم مهام أخرى كثيرة على الموقع. ففي البداية تقوم بإنجاز 5 مهام، ويجب أن يتم قبول تلك 5 المهام الذي قمتم بإنجازها في البداية. ثم بعد قبول تلك 5 المهام الذي قمتم بإنجازها سوف يتم فتح مهام أخرى على الموقع، لأن الحد الأقصى لإنجاز المهام لأي شخص قام بالتسجيل فقط الآن فهناك تقريبا 10 أو 5 مهام، لكن إنجاز هذه 5 مهام في اليوم الأول و5 مهام في اليوم الثاني وربما 5 مهام في اليوم الثالث ويتم قبولها، فسوف يفتح معكم مهام أخرى كثيرة على الموقع تقريبا 40 مهمة. كما ترون هذه المهام الموجودة على الموقع وهناك الكثير من المهام. فأنا في المستوى المتقدم لذلك لدي الكثير من المهام موجودة على الموقع كما ترون، ويمكنني إنجاز أكثر من 20 مهمة أو 30 مهمة، لا يوجد أي حد أقصى
لإنجاز المهام. وهنا سوف تجدون أسعار كل مهمة، كما ترون هذه المهمة سعرها 5 روبل، هذه المهمة أيضا سعرها 20 روبل، فتقريبا 70 روبل أو 80 روبل تساوي 1 دولار. فمثلا سوف نختار أي مهمة هنا تكون سهلة. دائما المهمات التي سعرها 1 روبل أو 2 روبل تكون سهلة للمبتدئين، لكن المهمات التي سعرها مرتفع يكون إنجازها أيضا صعب. لذلك إذا قمتم بإنجاز المهام كثيرا فسوف تعتادون على إنجاز المهام بكل سهولة وبسرعة. فكما ترون هذه مهمة الاشتراك في التليجرام، تقمنا بالنقر فقط هنا هكذا، ثم يظهر معكم شروط الخاصة بإنجاز المهمة. كما ترون هنا يقول لك اشترك في التليجرام، هذا هو رابط الحساب التليجرام الخاص بهذا الشخص. كما ترون تقمنا بالاشتراك في التليجرام، ثم تقمنا بوضع له حسابكم على التليجرام، يعني الاسم الخاص بالتليجرام الخاص بكم اليوزر. فعند إنجاز المهمة تقمنا بالنقر على تنفيذ المهمة، ثم يوجهكم إلى الصفحة الخاصة بإنجاز هذه المهمة. تقمنا بإنجاز المهمة، تقمنا فقط بالنقر هنا هكذا، ثم هكذا، ثم تقمنا بالنقر على الرابط هكذا، ثم تقمنا بالنقر على Open Web، وتقمنا بالاشتراك في قناة التليجرام الخاصة بهذا الشخص، ثم تقمنا بوضع له هنا اليوزر الخاص بالتليجرام، وهنا سكرين شوت تقمنا بالتقاط لقطة شاشة بعد الاشتراك في قناة هذا الشخص. للإثبات تقمنا برفع صورة، كما ترون هنا تقمنا باختيار صورة الخاصة بسكرين شوت بعد الاشتراك في قناة هذا الشخص، وتقمنا بوضع كما ذكرت هنا اليوزر أو اسم الحساب الخاص بكم على التليجرام، ثم تقمنا بالنقر على هنا هذا الخيار لكي يتم إرسال المهمة للمراجعة. أما إذا تم قبول المهمة قبل الوقت أو قبل العد التنازلي فأيضا سوف تجدون هنا الموافقة، سوف تجدون هنا المهمة قد تم قبولها كما ترون على هذا الشكل، سوف تجدون هنا مدفوع مدفوع إلى آخره المهمات التي تم قبولها. وإذا تم رفض المهمة سوف يقول لكم صاحب المهمة بأنه تم رفض المهمة لأنكم لم تقمن بإنجاز المهمة بشكل صحيح. وبهذه الطريقة يمكنكم إنجاز المهام على الموقع وكسب أرباح عالية من الموقع بعملة الروبل الروسي، ثم يمكنكم سحبها على حسابكم على الباير أو بيرفكت ماني، وسوف أريكم لاحقا إثبات السحب من الموقع وكذلك وسائل السحب المتوفرة على الموقع. فأنا لا أريد شرح لكم طريقة إنجاز المهام، فإذا أردتم شرح لطريقة إنجاز المهام أو طريقة فتح حساب على الفيكي فضعوا تعليق أسفل الفيديو وسوف أرفع لكم فيديو آخر لطريقة إنجاز المهام على موقع يوانيو وكذلك طريقة فتح حساب على الفيكي، لأن حساب الفيكي مهم جدا في مثل هذه المواقع لكي يمكنكم إنجاز المهام الخاصة بالفيكي، لأنه يتم وضعها كل يوم على الموقع. المهم بعد إنجاز بعض المهام، وكما ترون هنا في هذه القائمة سوف تجدون المستوى الخاص بكم كما ذكرت، فتقمنا بالنقر كيف تعمل هنا وسوف تجدون شرح للمستويات كما ترون. فالمستوى الأول هذا هو المستوى الأول، عندما تقمنا بالتسجيل في الموقع سوف تكونون في هذا المستوى. كما ترون سوف تظهر معكم 40 مهمة بعد قبول 5 مهمات في اليوم الأول و5 مهمات في اليوم الثاني، سوف يتم فتح 40 مهمة كل يوم. أما السحب كل 24 ساعة مرة واحدة كما ترون. أما المستوى المتقدم الذي أنا فيه الآن فأنا في المستوى المتقدم، كما ترون يجب أن تحصلون على 100 نقطة لكي تحصلون على المستوى المتقدم. كذلك تظهر معكم 80 مهمة في اليوم، كذلك يمكنكم سحب إلى ما يصل إلى 300 روبل كل يوم، والسحب كل 12 ساعة مرة واحدة، كل 12 ساعة يعني في اليوم يمكنكم سحب مرتين بدون أي مشاكل. أما في المستوى العالي
فيجب أن يكون لديكم 500 نقطة لكي تحصلون على المستوى العالي. كذلك سوف يعطيكم الموقع ملفات تعريف ارتباط 150 كوكيز كل يوم، أيضا 5% مكافأة بعد كل مهمة، أيضا سوف تظهر معكم 200 مهمة في اليوم. كذلك سوف يمكنكم السحب إلى ما يصل إلى 1000 روبل في اليوم. كذلك يمكنكم السحب كل 6 ساعات، يعني كل 6 ساعات يمكنكم سحب مرة واحدة كما ترون حتى 1000 روبل. أما المستوى البرو أو أعلى مستوى في الموقع يجب أن يكون لديكم 2000 نقطة. كذلك سوف يكون لديكم كوكيز أو ملفات ارتباط 300 كوكيز كل يوم. أيضا سوف تجدون هنا مكافأة 10% لكل مهمة قمتم بإنجازها. أيضا هنا عدد المهام التي سوف يتم وضعها في الموقع غير محدود كما ترون. كما ترون أيضا هنا يمكنكم السحب إلى ما يصل 3000 روبل، وأيضا السحب كل 3 ساعات مرة واحدة، يعني يمكنكم السحب أكثر من مرة في اليوم كما ترون. فهذا هو الفرق بين هذه المستويات، فكلما قمتم بإنجاز المهام وعمل المهام بشكل صحيح فسوف يرتفع عدد النقاط الخاصة بكم. بعد ارتفاع عدد النقاط سوف يرتفع المستوى الخاص بكم تلقائيا. فكما ترون هنا تقمنا بالنقر، هنا سوف تجدون عدد النقاط التي لديكم كما ترون لدي، ثم بعد ذلك عندما أعمل كثيرا سوف أحصل على المستوى البرو. وهنا الكوكيز أو ملفات تعريف الارتباط التي ذكرناها من قبل، فهذه ملفات تعريف الارتباط تساعدكم في تقليل نسبة العمولة الخاصة بالسحب، سوف يتم انخفاضها بعد الحصول على الكوكيز. فكل يوم عندما تقوم بإنجاز مهام تقوم بالنقر هنا، ثم سوف يتم الحصول على ملفات ارتباط بعدما تقوم بإنجاز المهام كل يوم. أما هنا سوف تجدون عمولة الخاصة بدعوة الأصدقاء، فكلما قمتم بدعوة الأصدقاء للتسجيل والعمل في الموقع سوف تحصلون على 25% من أرباح ذلك الشخص، لكن الموقع هو من سوف يعطيكم هذه الهدية أو المكافأة، ولن يتم نقص أي أموال من حساب الشخص الذي قمتم بدعوته. أما الرسائل هنا إذا كان هناك أي رسالة في الموقع سوف تظهر معكم هنا. أما بالنسبة للسحب فقد تقمنا بالنقر هنا ثم على الرصيد الخاص بكم هكذا، ثم تقمنا بالنقر على هنا إذا أردتم شحن الموقع، وهنا تقمنا بالنقر على ينسحب، ثم هنا سوف تجدون وسائل السحب. فوسائل السحب يوجد فقط البيرفكت ماني وكذلك الباير، فالحد الأدنى للسحب في البيرفكت ماني هو 100 روبل، أما العمولة كما ترون 9%. أما الحد الأدنى للسحب في الباير هو 20 روبل فقط، والحد والعمولة الخاصة بالسحب 20%. هذه العمولة تنخفض عندما تقوم بالارتفاع في المستوى الخاص بكم، كلما ازداد المستوى الخاص بكم يعني في المستوى الأعلى أو البرو سوف تنخفض هذه النسبة. كذلك الكوكيز التي قمنا بشرحها من قبل أو ملفات تعريف الارتباط أيضا عندما تقوم بالحصول عليها سوف تساعدكم في تخفيض العمولة الخاصة بالسحب. كما ترون أنا بالفعل لدي 145، فيمكنني سحبها الآن بدون أي مشاكل، فقط أقوم بإدخال عدد الأموال التي أريد سحبها على هذا الشكل 145 روبل هكذا، ثم هنا تقوم بإدخال رقم المحفظة الخاص بكم يعني حسابكم على الباير، تقوم بإدخاله هنا ثم تقوم بالنقر على سيصرف، ثم سوف يتم سحب الأرباح الخاصة بكم بدون أي مشاكل. سوف تأتيكم أولا رسالة في البريد الإلكتروني الذي قمتم بالتسجيل به في الموقع، فيه كود تقوم بالنقر إدخال الكود لكي يتم سحب الأرباح، ثم بعد ذلك يمكنكم سحب الأرباح بدون أن تصلكم أي رسالة في البريد الإلكتروني، فقط في المرة الأولى سوف يطلب منكم إدخال الكود الذي سوف يصلكم في البريد الإلكتروني الخاص بكم، والسحب سوف يصلكم خلال 24 ساعة أو أقصى حد كما ترون 72 ساعة، لكن
دائما يصل خلال يوم أو أقل في حسابكم على الباير، وعندما يرتفع الليفل الخاص بكم فسوف يصلكم السحب مباشرة على الحساب الخاص بكم خلال أقل من 24 ساعة أو 12 ساعة على حسابكم على الباير. فأنا قد قمت بالسحب من قبل، لذلك لا أريد السحب الآن، وسوف أريكم إثبات السحب من الموقع. كما ترون هذه إثباتات السحب من الموقع. كما ترون من قبل قمت بسحب 69 روبل، 38 روبل، 41 روبل، وكل السحوبات تم قبولها بنجاح. كما ترون تمت المعالجة، يعني تم قبول الدفعة، والدفعات كلها وصلتني على حسابي في الباير بدون أي مشاكل. فإذا نقلنا هنا سوف تجدون هنا جميع السحوبات التي قمت بها من قبل. كما ترون هناك سحب بمبلغ 200 روبل، يعني تقريبا 2 دولار أو أكثر، كما ترون على الحساب الخاص بي. فهذه هي إثباتات السحب من الموقع، والموقع صادق كما رأيتم ولا يوجد به أي مشاكل. كذا يمكنكم التسجيل في موقع يوانيو الروسي، وأيضا العمل على الموقع وكسب أرباح عالية عن طريق إنجاز المهام المصغرة. وهناك أيضا مهام صعبة ومهام بمبالغ عالية، إذا كنتم تستطيعون إنجازها بطريقة صحيحة فسوف تحصلون على أرباح عالية جدا من في هذا الموقع، والموقع الصادق ويوجد له العديد من الشروحات على اليوتيوب. وسوف تجدون رابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. كذلك أي شخص لم يفهم طريقة العمل على الموقع بشكل جيد فيمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وسوف أساعدكم في طريقة العمل على الموقع، وسوف أشرح لكم طريقة العمل على الموقع بالتفصيل. وأيضا إذا كنتم تريدون فيديو لكيفية إنجاز المهام الصغيرة أو البسيطة على هذا الموقع، وأيضا فيديو لكيفية تسجيل حساب في الVK، فأخبروني في التعليقات أو تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وسوف أرفع لكم فيديو آخر إن شاء الله. وهكذا قدر من الشرح، ولمن لدي أي تعليق لا تنقد مثل الفيديو. وفي الأخير لا تنسوا دعم حسابنا على انستغرام وصفحتنا على الفيسبوك، ولا تنسوا لايك وشير للفيديو، ودمتم في أمان الله.